يقول الشيخ السعدي: ما يذكر في هذه القصة أن الناقة قد خرجت من صخرة صماء ملساء اقترحوها على صالح، وأنها تمخضت تمخض الحامل أي الصخرة، فخرجت الناقة وهم ينظرون، وأن لها فصيلا، فصيلا يعني ابن الناقة، وأن لها فصيلا حين عقروها رغى ثلاث رغيات، يعني صح ثلاث صيحات ابن الناقة بعد ما ذبحوا الناقة أو نحروها، فصيلها ابنها صعد على الجبل ورغى ثلاث رغيات. قال: وانفلق له الجبل ودخل فيه وما شافوه بعد ذلك. يقول: وأن صالح عليه السلام قال لهم: آية نزول العذاب بكم أن تصبحوا في اليوم الأول من الأيام الثلاثة، لأنه وعدهم ثلاثة أيام ويأتيهم العذاب. قال: في اليوم الأول من الأيام الثلاثة فتكون وجوهكم مصفرة، وفي اليوم الثاني تكون وجوهكم محمرة، وفي اليوم الثالث تكون وجوهكم مسودة. يقول الشيخ ابن سعدي: وليس في القرآن ما يدل على شيء منها بوجه من الوجوه، بل لو كانت صحيحة لذكرها الله تعالى، لأن فيها من العجائب والعبر والآيات ما لا يهمله تعالى ويدع ذكره. يعني لو كانت فعلا الناقة خرجت من صخرة وتمخضت الصخرة ثم خرجت الناقة، وأن وجوههم صارت مصفرة ثم محمرة ثم مسودة، يقول لو كان هذا وقع كان الله يذكره، لأنها إعجاز بالنسبة لصالح عليه الصلاة والسلام. يقول: حتى يأتي من طريق من لا يوثق بنقله، بل القرآن يكذب بعض هذه المذكورات، فإن صالح قال لهم: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، أي تنعموا وتلذذوا بهذا الوقت القصير. فلو كانت وجوههم صارت مصفرة ثم محمرة ثم مسودة ما صار نعيما هذا، أين تمتعوا في داركم ثلاثة أيام؟ يقول: أي تنعموا وتلذذوا بهذا الوقت القصير جدا. ثم قال الشيخ: وأي لذة وتمتع لمن وعدهم نبيهم وقوع العذاب، وذكر لهم وقوع مقدماته فوقعت يوما فيوما على وجه يعمهم ويشملهم احمرار وجوههم واصفرارها واسودادها من العذاب، هل هذا إلا مناقض للقرآن مضاد له؟ فالقرآن فيه الكفاية والهداية عما سواه. إذن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تبارك وتعالى يستبعد هذا الذي يذكره بعض المفسرين وبعض من يذكر قصص الأنبياء من أن الصخر أن الناقة خرجت من الصخرة، وأنه كان لها فصيل. لا يذكر الفصيل أصلا، ما ذكر الفصيل، ذكرت الناقة فقط، وأنها يعني لما ذبحوها توعدهم ثلاث أيام، هذا ثابت في القرآن. طيب، لكن الأيام الثلاثة أن وجوه مصفرة ثم محمرة ثم مسودة، هذا لم يثبت فيه شيء، والعلم عند الله جل وعلا.